نتابع في هذه المحاضرة ما بدأناه في المحاضرات السابقة من الحديث عن أساسيات التهوية الآلية. هذه المحاضرة ترتيبها 21، نتكلم هنا عن التدبير اليومي لمريض التهوية الآلية. ما هي الأمور التي يجب أن أركز عليها في مراقبة مريض التهوية الآلية، وما هي الأسس التي أقوم بضبط جهاز التنفس على أساسها؟ الآن أنا وضعت المريض القصور التنفسي على جهاز تنفس صناعي، وضعت الإعدادات البدئية. طبعا نحن أعطينا محاضرة كاملة عن الإعدادات البدئية. الآن أنا أتابع حالة المريض، ما هي الأمور الواجب مراقبتها وتعديل المنفس على أساسها؟ غازات الدم الشرياني، حالة الأكسجين، حالة التهوية. في أربع نقاط أساسية بستعرضها بالسلايد الثاني. عند كل مرة أنا بدقق عملية التهوية الآلية بنظر فيها هالأمور الأربع، أنا محقق الأهداف المرجوة ولا ماني محققها. أول هدف من التهوية الآلية هو جعل التهوية الآلية آمنة. آمنة يعني أني أمنع أذية الرئة المحدثة بالمنفسة، يعني ذلك أني أتحكم بالبلاتو بريشر أو ضغط الصفحة. حكينا بمحاضرة كاملة عن ضغوط الطرق الهوائية، أظن كان رقمها المحاضرة رقم 10، تكلمنا عن ضغوط الطرق الهوائية وتكلمنا عن البلاتو بريشر بالتفصيل وعن شو أهميته، أنه هو الضغط المطبق على الطرق الهوائية الصغيرة والأسناخ، وبالتالي يتعلق مباشرة بأذية الرئة المحدثة بالمنفسة. هذا هو الهدف الأول. طبعا ذكرنا وقتها أنه لازم يكون دائما أقل من 28 ل 30 سنتيمتر ماء. الهدف الثاني أن أمنع الأوتوبيب أو أمنع احتباس الهواء في نهاية الزفير. حكينا بالمحاضرة السابقة عن هذا الموضوع، كان ترتيبها 21، حكينا بالتفصيل شو هو الأوتوبيب وكيف الوقاية منه، شو مضره وشو كيف الوقاية منه أو كيف علاجه. لازم أنا أضبط الأكسجين، أنا أوصل للأكسجين للقيم المثلى، ولازم أنا أضبط التهوية، أقوم بضبط التهوية، يعني أوصل بالتهوية للقيم المثلى أو قيم الـ CO2 والـ pH. بهالمحاضرة هستعرض النقاط الثلاث الأولى، ومشان أختصر وقت عملتها جزئين، فالنقاط الثلاث الأولى هيكونوا بجزء، والجزء القادم هيكون عن الفنتيليشن. فمثل ما قلنا، الهدف الأول هو البلاتو بريشر أو هو الأمان التهوية الآلية، منع الفالي أو الفنتيليتر أسوسييتد لانج إنجري. اولا انا لازم احافظ على، نحن بهالمحاضرة هنعتمد على مراقبة البلاتو بريشر، هو اسهل طريقة وهي الطريقة الابسط. ربما لو ان شاء الله بوقت نحكي عن الـ ERDS قد نتحدث عن طرق اكثر فعالية بمنع اذية الرئة، ربما طرق للمستقبل. في حاليا دراسات عن Transpulmonary Pressure، عن ستريس، عن سترين، بس نحن كمبتدئين هنحكي فقط عن البلاتو بريشر، اللي هو لو قدرنا نتقنه بشكل جيد فنحن حمينا الرئة من جزء كبير من الاذية. لما بنتقن هذا الموضوع ممكن ننتقل ل مشعرات اكثر دقه بحمايه الرئه من الاذيه. فنحن البلاتو بريشر مثل ما قلنا شرحناه بالتفصيل، هو الضغط المطبق على الطرق الهوائيه والاسناخ، ممكن قياسه باجراء فتره توقف شهيقي بنهايه الشهيق. لازم نحافظ عليه اقل من 28 ل 30. كل ما قل، كل ما كان مقدار البلاتو بريشر اقل، كل ما كان افضل، كل ما كان اقل ضغط على الرئه، وبالتالي يكون اقل، يكون الاذى اقل. نحن لازم نقيسه عدة مرات يوميا، في بعض التوصيات نقيسه كل أربع ساعات عند المريض. طبعا كيف قياسه؟ مثل ما قلنا، أنت مريضك بيكون نايم، بيكون هادئ، ربما أحيانا مرخي عضليا، بتعمل فترة توقف شهيقي على جهاز التنفس في كبسة اسمها inspiratory hold، فهذه بتعادل الضغط بين الطرق الهوائية والأسناخ. بعد 30 ثانية مثلا ممكن يعطيك قياس للضغط، فهذا هو البلاتو بريشر. مثل ما بنتذكر، البلاتو بريشر هو الضغط له علاقه بشغلتين، الحجم المقدم، انا حسب عم اعطي حجم او عم اعطي ضغط. عم اعطي حجم، فكل ما تغير الحجم بيتغير البلاتو بريشر. نحن لازم نهدف لحجم جاري منخفض، خاصه عند مدى اصابات برانشيميه، بنعطي 4 ل 6 ام ال بير كي جي من الوزن المثالي، من الوزن المثالي، ما بستعمل الوزن الحقيقي ابدا. فانا احد الطرق لتقليل البلاتو بريشر اذا لقيته عالي، ان انا اقلل الحجم الجاري. طبعا هذا الشيء رح ينتج عنه انه راح تنقص التهويه شيء نسبيا، وهذا ممكن نحكي بحال بمناقشه التهويه بالجزء الثاني من المحاضره. بس انا احد طرق تقليل البلاتو بريشر، انا بنزل بالحجم الجاري. فانا لو عم اعطي 6 ام ال ولقيت البلاتو بريشر اعلى من 30، انا ممكن انزل ل 5 ام ال، واذا كان لساته اعلى من 30 وعلى 5 ام ال، انا ممكن انزل ل 4 ام ال. هي احد الطرق السريعه لضبط البلاتو بريشر، وممكن تنجح بكثير من الاحيان، بس لو كانت الرئه فعلا صلده مصابه بشده، تقليل الحجم الجاري ما كثير بياثر، لانه المشكله بالرئه ما هي بالحجم الجاري.
الحل الثاني هو لتحسين المطاوعة الرئوية. طبعا تحسين المطاوعة الرئوية مثل ما بنعرف ومثل ما بنتذكر بمحاضرة الأساسيات، محاضرة تبع ميكانيكيات الرئة، المطاوعة ما هي شيء بإيدي، أنا ما بتحكم بمطاوعة الرئة بنفسي، أنا لازم أعمل مناورات معينة لحتى أحسن مطاوعة الرئة. هنشوف شو هي المناورات اللي ممكن أعملها لحسن مطاوعة الرئة بالسلايد القادم. كيف انا ممكن احسن مطاوعة الرئة؟ ممكن الاستعمال الحكيم للبيب، يعني انا استعمل البيب المثالي، اوصل للقيم المثالية للبيب، القيم منخفضة جدا للبيب بتزيد البلاتو بريشر او بتزيد الضغوط، بتزيد الجهد التنفسي، والقيم العالية للبيب ايضا تزيد البلاتو بريشر. القيم المتوسطة او القيم المثالية خلينا نقول اللي هي موضوع مستقل له محاضرة، هو الاوبتيمال بيب، بيكون البلاتو بريشر بالقيم الامثل. بنشوف السلايد اللي بعده كيف هذا الشيء صحيح. الريكروتمنت مانوفر او مناورات التجنيد يقصد بها اني انا اطبق ضغط عالي على الاسلاك الرئويه لمده معينه، انا بطبق ضغط 40 قدره 40، يعني ضغط اعلى من البلاتو حتى، بطبقه حوالي 40 ثانيه، هي احد طرق الريكروتمنت مانوفر، حيكون في لها محاضره. هذا الريكروتمنت مانوفر هدفه فتح الاسلاك المنخمصه اللي ما عم تشارك بالتهويه، فانا لو فتحت الاسلاك المنخمصه انا عم زيد الاف ار سي، وبالتالي الحجم المقدم عم يتوزع على حجم على مساحه اكبر او على حجم اكبر، انا عم اعطي حجم 500 بدل ما يتوزع على ثلث الرئه صار يتوزع على نصف الرئه مثلا. فانا هيك الضغط الناتج عن هذا الحجم اللي نفسه اللي عم يقدمه هو 500 ميل مثلا حيكون اقل، فالريكروتمنت مانوفر بتزيد المساحه، بتزيد الاستيعاب تبع الرئه، وبالتالي بتقلل الضغوط الناتجه عن الحجم الجاري. فاحد معايير نجاح الريكروتمنت مانوفر هو انخفاض البلاتو بريشر، بتحسن الاكسجين مثل ما حنشوف، وبتخفض البلاتو بريشر لو هي نجحت فعلا. بالنسبه للاي ار دي اس بيشنت احيانا او في بعض الاحيان بيكون في عندي نقص اكسجين شديد، انا ممكن اعطي مخيط، اعطي فتره 48 ساعه. هل الارخاء العضلي ممكن يفيدني باني تخفيف البلاتو بريشر؟ لانه بينقص من تقلص العضلات، بينقص من فعاليه العضلات، وبينقص من حتى ممكن ينقص من التنفس العفوي اذا المريض لساته ما انه نايم مظبوط، فبيقلل من الاذيه الممكنه. الاوتو بيب اذا كان بمقادير عاليه بيؤدي الى نقص المطاوعه بنفس طريقه المقادير العاليه للبيب، فبيصير تهويه الرئه على جزء غير مفضل، وبالتالي كمان بيعمل نقص بيزيد البلاتو بريشر، بينقص المطاوعه وبالتالي بيزيد البلاتو بريشر. فانا لو منعت الاوتو بيب انا ممكن خفف من البلاتو بريشر، او لو اني عالجت الاوتو بيب خفف من البلاتو بريشر. الميديكال تريتمنت هو العلاج الاساسي لتخفيف اصابات الرئه، لتخفيف اذيه الرئه وبالتالي او الارتشاحات الرئويه، لو كان مريض وزمه رئه اعطيته مدرات تحسنت الارتشاحات الرئه خفت، فهذا الشيء بيحسن البلاتو بريشر. مريض ذات الرئه مثلا اعطيته مضادات التهاب تاخذ وقت طبعا، بس هذا هو العلاج الفعال ربما او العلاج الحقيقي للحاله. عم نشوف هون مخطط مطاوعة رئوية، مثل ما شفنا بنتذكر انه هذا المخطط فيه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الحجوم المنخفضة، بيكون في عندي تحت اللور انفكشن بوينت، بيكون في عندي المطاوعة منخفضة، بعدين في الجزء المتوسط الجزء المفضل تكون المطاوعة أفضل ما يمكن، بعدين نوصل لفرط التمدد أعلى من الأبر انفكشن بوينت بيكون في عندي بتنخفض المطاوعة مجددا. لاحظوا أنا عم أعطي ثلاث حجوم جارية بنفس الحجم، يعني ثلاث حالات، الحجم الاول والحجم الثاني والحجم الثالث اللي هن باللون الازرق على المخطط الحجم اللي هو محور العينات، محور الاكس، محور الواي. حيكون عندي انا ثلاث حجوم رئويه. بالمرحله الاولى انا عم اعطي حجم على بيب منخفض، يعني انا عم ابدا من بيب منخفض، فلاحظوا قديش انه مقدار الضغط الناتج لانه عندي مطاوعه منخفضه. لو انا رفعت البيب اللي عم ابداه بالنسبه للون الاخضر، انا عم ابدا من بيب مرتفع اعلى من البيب اللي بدات فيه باللون البني، فلحتى احقق نفس الحجم انا عم اتطلب ضغط اقل. لاحظوا انه طول القطعه الخضراء اللي هي بتعبر عن دلتا بريشر اقل من القطعه البنيه اللي هي بتعبر عن دلتا بريشر في حال استعملنا بيب منخفض. طبعا السهم الاول هو البيب والسهم الثاني هو الانسبيرتوري بريشر، هو الضغط، هو الضغط بتوصل خلال الشهيق. لو وصلنا لحاله فرط التمدد، لاحظوا انه على السهمين الحمراء او القطعه الحمراء، لاحظوا انه نفس الشيء لما انا عم اوصل لفرط التمدد عم يكون الدلتا بريشر اعلى لتوليد نفس الحجم بسبب انخفاض المطاوعه. اذا ذا بيست او افضل مطاوعه ممكن احصلها هي المطاوعه بالمنطقه المتوسطه. كيف انا ممكن اوصل لها؟ طبعا هذا حديث طويل،
ممكن بمحاضرة مستقلة نحكي عن الاوبتيمال بيب. اظن هالسلايد شفناه بمحاضرة الاوتو بيب. مثل ما بنتذكر انه الاوتو بيب بيعمل نفس المشكلة اللي بيعملها الهاي بيب، البيب العالي الغير مناسب للمريض. لما انا بكون على الجزء الافضل للمطابعة الرئوية بيكون الدلتا بريشر ما هو عالي، لما انا بوصل لحالة فرط التمدد الهايبر انفليشن بصير تهوية الرئة على الجزء الاقل مطابعة، وبالتالي انا بتطلب ضغوط اعلى لحتى اوصل لنفس الحجم الجاري المطلوب. لاحظوا انه الحجم الجاري البي تي 1 والبي تي 2 نفس الحجم الجاري. في نقطة حابب أذكر فيها أنه لو عندي مشكلة البلاتو بريشر، ارتفاع البلاتو بريشر سببه انخفاض مطاوعة جدار الصدر. مثل ما بنعرف أنه انخفاض مطاوعة جدار الصدر ممكن يزيد ارتفاع، بنقص المطاوعة السكونية وبزيد من ارتفاع البلاتو بريشر. طبعا هو ما بيكون في عندي مشكلة بالأسناخ، المشكلة بجدار الصدر نفسه. هل ممكن شو الحل بهالحالة؟ الحل أنا ممكن أنا أقبل يعني أنا ممكن أعالج المشكلة الموجودة بجدار الصدر لو بقدر أعالجها، بس بكثير أحيانا أنا ممكن أعالجها لو بس البدانة مثلا، الحمل، إذا في فيوجن كبير أنا ممكن، إذا في انصباب جنب كبير أنا ممكن أخفف منه، إذا حبل شديد ممكن أخفف منه، مثلا لو في وزن بجدار الصدر ممكن أعطي مدرات، بس بكثير أحيانا ما ممكن، يكون بإيدي هذا الموضوع. الحل بهالحالة أنا ممكن أنا أقيس الترانسبلمنت بريشر، الضغط عبر الرئوي. طبعا القياس مو شغلة سهلة أو متوفرة للجميع، وربما تحتاج شوية خبرة. ممكن انا بهي الحالات لو شفت ان الرئه فعلا سليمه وما فيها مشكله، المشكله هي معظمها بجدار الصدر، انا ممكن اقبل بلاتو بريشر اعلى من الحدود المقبوله اللي هي انها 28 ل 30، انا ممكن اقبل 35 مثلا. بس كمعلومه انه ندقق، لو ندقق بين انخفاض المطاوعه الناتج عن اذيه الرئه وانخفاض المطاوعه الناتج عن اذيه جدار الصدر. النقطة الثانية اللي لازم ابحث فيها عند كل مريض موضوع على جهاز التنفس وذلك بشكل يومي، انه هل في عندي اوتو بيب لهذا المريض؟ في، هل موجود فعلا الاوتو بيب؟ الاوتو بيب هو الاحتباس الهوائي في نهاية الزفير، هواء محبوس بالاسناخ لا تعلم عنه جهاز التنفس. حكينا بمحاضرة مستقلة، انا عم ذكره بسلايد بشكل مختصر بحيث انه اللي حابب يرجع للمحاضرة رقم 21. اسبابه انه في عندي زمن زفير غير كافي ناتج عن زيادة مقاومة الطرق الهوائية، او اذا صار في عندي الاكسبيراتوري فلو ليميتيشن، تحدد جريان زفير ناتج عن انخماص الطرق الهوائية اثناء الزفير. نحن عادة ممكن نقبل بمقادير منخفضة من الاوتو بيب اذا كان اقل من 5، لانه اذا كان ممكن خاصة مرضى الاي ار دي اس مثلا ممكن نحن نقبل اوتو بيب منخفض اذا ما كان عم يعمل مشاكل دورانية، ما عم يسبب هبوط ضغط، ممكن اقبله اذا ما قدرت الا اني اوصل لهذا الاوتو بيب. العلاج انا ممكن طبعا مرضى سي او بي دي والازمة اكيد انا ما بقبل اوتو بيب مهما كان لانه بيتراكم. بالنسبة للعلاج في تفاصيل كثيرة عن العلاج بالمحاضرة ممكن تشوفوها، بس بشكل عام أنا ممكن أهدئ المريض، أعطي موسيعات قصبية، أتحكم بإعدادات المنفس، يزيد من زمن الزفير من خلال تقليل الحجم الجاري، ممكن زيادة الفلوريت، تقليل الحجم الجاري وتقليل عدد مرات التنفس عفوا مرتين، وممكن أنا أطبق بيب خارجي. أحد معايير الفائدة من تطبيق البيب الخارجي إنه ما يزيد التوتال بيب وما يزيد البلاتو بريشر. لو زاد التوتال بيب او البلاتو بريشر فانا عم زيد المشكله وما عم خف، ما عم حسن، هذا بصير اسمه اديتيف بيب، ما عاد اسمه كاونتر اكتين بيب. النقطة الثالثة اللي بدقق عليها يوميا عند جميع مرضى التهوية الآلية موضوع جهاز التنفس الصناعي، ما هي حالة الأكسجين لدى المريض؟ مثل ما بنعرف الاكسجين تتعلق بالاف اي او 2، بتتعلق بضغط الطرق الهوائيه الوسطي، ضغط الطرق الهوائيه الوسطي بتتعلق بالبيك انسبيراتوري بريشر، بالاند انسبيراتوري بريشر، بالاي اي ريشيو، بالفلو ريت اللي هو بيعبر عن شغله وحده. فاول نقطه انا لازم احدد الهدف اللي لازم اوصل له من الساتوريشن من البي اي او 2. الساتوريشن ممكن احسبها من البالس اوكسيميتر او البي اي او 2، ممكن اعمل غازات دم شرياني لحتى اعرف شو مقدارها. ممكن انا استغني البالس اوكسيميتر عن غازات الدم بكثير من الاحيان. ما في عندي قيمة، مثل ما حكينا محاضرة الأكسجين أو العلاج بالأكسجين المحاضرة الأولى كانت بهالسلسلة، ما في شيء اسمه هدف أو ما في شيء اسمه قيمة آمنة للساتوريشن بتمنع حدوث الأكسجين، نقص الأكسجين النسيجية. يعني ممكن ما في شيء ايفيدنس بيقول إنه 90% ساتوريشن هو آمن أو 85% آمن أو 80% هو آمن. في كثير مرضى بنشوفهم عايشين على ساتوريشن 75% وبيمشوا على بيوتهم، شفت على الاقل حالتين. بس هذا نحن بشكل عام نقبل نهدف لساتوريشن، طبعا الساتوريشن الطبيعي اللي بنعتبره طبيعي هو اكثر من 94%، وبنقبل على جهاز التنفس حوالي 90%.
بمضغ اي ار دي اس مشان نمنع اذيه الرئه، لانه اذيه الرئه بدها نحتاج لضغوط عاليه لحتى نوصل لساتوريشن منيح، فنحن بنقبل بساتوريشن اقل مشان نخفف من الضغوط المطلوبه. فبنقبل ساتوريشن اقل عاده حوالي 88% 90%. مرضى السي او بي دي متعودين على نقص الاكسجين كمان ما بنحب نعطيهم ساتوريشن عالي كمان حوالي 88% على جهاز تنفس وزياده، لانه هن عايشين عليه اصلا. مرضى السي بي ار الاذيات الدماغيه بوست سي بي ار، ومرضى الحوامل ما بيتحملوا نقص اكسجين، فنطلب نحن انه يكون ساتوريشن عنده حوالي 94%. معلومه ثانيه انه مرضى السي بي ار نحن ما بنحب فرط الاكسجين لهم بوست السي بي ار. فاذا مريض بعد توقف القلب يفترض البي او 2 تبعه، بنعمل بي او 2 مش الساتوريشن، بيكون ادق، لازم يكون بين 90%، ما لازم يكون اقل من 90 وما لازم يكون اكثر من 100. زيادته عن 100 اسمها هايبر اوكسيا، اثبتت الدراسات انه بتزيد الاذيه، لذلك بتوصيات الجمعيه الامريكيه لامراض القلب بالانعاش القلب الرئوي ما في هايبر اوكسيا، ما في هايبوكسيا بس ما في هايبر اوكسيا كمان. البي او 2 لازم يكون 90 ل 100. طيب انا مريضي على جهاز التنفس وما عم يحقق التارجت ساتوريشن، يعني انا ساتوريشن عندي مثلا على جهاز التنفس 80%، شو اعمل؟ انا ممكن ازيد الاف اي او 2 مثل ما بنعرف الاف اي او 2 انا ممكن ازيده من 21% حتى 100%. نحن عاده بنبدا على 100% بمريض التهويه الاليه البدئي، وبعدين ممكن نخفضها تدريجيا. طيب ثاني يوم انا شفت الاشباع نازل وكان عندي الاف اي او 2 60% مثلا، انا برفع ل 70% وبشوف تحسن الحاله، او ممكن ارفع ل 100% اذا لقيت نقص شديد، يعني ممكن اعطي اف اي او 2 هذا اسمه دقيقتين بيكبس اف اي 2 فلاش، بتعطي 100% مده دقيقتين، بعدين يمكن نخفض تدريجيا حسب شده نقص الاكسجين اذا كان فعلا نقص اكسجين شديد. هلا لو لقيت انه اف اي 2 عندي عم استخدمه اكثر من 50%، انا لازم زيد مقدار البيب اللي عم اعطيه. لو كنت عم اعطيه 5 بيطلع ل 8 ل 10، في جدول معين لهذا الموضوع. بس بشكل عام كل ما زدت الاف اي 2 انا بطلع بالبيب. انا لو حاطط اف اي 2 100% انا ممكن استعمل بيب 15 او 18 احيانا حتى، وربما في نصائح استعماله اعلى، بس انا ما استعملت اكثر من 18 شخصيا. لو طبعا بالكتب بينعطى حتى 25، بس انا ما كثير شفتها صراحه على ارض الواقع. بس بشكل عام لو انا بكون على 100% البيب ما لازم يكون اقل من 15، اقل من 15 فانا عم احرم المريض من بيب مفيد. في حكي كثير عن موضوع البيب المثالي، بس انا معطيه نقاط عامه. لو انا حققت التارجت تبعي، انا مريضي ساتوريشن تبعه 99% او 100% والاف اي 2 هلا 70، انا شو بعمل؟ ببدا انزل بالاف اي 2 تدريجيا، لانه الاف اي 2 عالي كمان لفترات طويله ممكن ياذي الرئه ويعمل فيها تليف. فانا بنزل بالاف اي 2 تدريجيا 5 ل 10%، وانا حتى اوصل للسيف اللي هو حوالي 40 ل 50%. بس ان وصلت للسيف ليفل للاف اي 2 ببدا بعمل ويننج للبيب. طبعا هذا كمان عليه حكي، فانا ممكن نقص البيب تدريجيا 2 ل 3 اذا كنت على بيب 15 مثلا، حتى اوصل للبيب الامن حوالي 8 ل 10، او ربما اوصل لل 5 اذا كان المريض صار ارتفاعه 30% او اقل. طبعا احنا حنحكي هذا الحكي بالتفصيل بمحاضره اسمها الاي ار دي اس والتدريب الاي ار دي اس، لانه معظم هدول المرضى هن نقص الاكسجين، بس عم احكيها بشكل مبسط هون بمحاضره اسمها اعدادات المنفسه، لانه هذا شيء يوميا ممكن نشوفه عند مرضى التهويه الاليه. طيب انا مريضي هلا على جهاز التنفس وعندي نقص اكسجين معند، تعريف نقص الاكسجين معند في خلاف كثير عليه، بس بشكل عام انا عم استعمل مقادير عاليه من الاف اي 2 ومقادير عاليه من البيب، والمريض ما عم يحقق التارجت ساتوريشن. يعني انا عم احط المريض مثلا على 70% او 80% او اعلى، بيب 15 مثلا على الاقل، ومع ذلك ساتوريشن ما عم يوصل عندي باحسن احواله ل 85% او 90%، فانا هذا اسمه نقص اكسجين معند. كيف ممكن اعالجه؟ احد المناورات الريكروتمنت مانوفر، اللي هي اني انا بعمل ضغط عالي على الاسناخ، بفتح الاسناخ خليها تشارك غصب عنا بالتهويه. هي احد معايير نجاح الريكروتمنت مانوفر، هو انه تتحسن الاكسجين، وبتتحسن بنسبه منيحه من مرضى حوالي 50 ل 70 او 70% مرضى بيتحسن مع الريكروتمنت مانوفر. انا ممكن اعمل انفيرس ريشيو فنتيليشن، انا بزيد زمن الشهيق، مثل ما بتذكر انه المين ايروي بريشر لما بيزيد بيحسن الاكسجين، فانا بزيد زمن الشهيق، احد المناورات المستخدمه. انا ممكن اعطي نايتريك اوكسايد، بيعمل بآلية معينه بيحسن الاكسجين، احد المناورات المستخدمه. انا ممكن اقلب المريض على بروم بوزيشن، يعني بقلبه وش على قفاه بصير نايم على بطنه، احد الطرق اللي بتحسن الاكسجين، بتحسن اظن بحوالي 70 او 80% من الحالات، ما اتذكر الرقم بشكل جيد. ممكن انا اقلب المريض على النون كونفشنال مود، على انظمه التهويه غير التقليديه، مثال الاي بي ار في والباي باب. الباي باب هو نظام انفيزيف نحن عم نحكي عنه. ممكن استعمل الهاي فريكونسي،
بالهاي فريكوانسي انا بتحكم بضغط الطرق الهوائيه الوسطي بشكل مباشر، انا ممكن استعمل الاكمو. هدول كلهم مناورات ممكنه لتحسين الاكسجين، مو كلها ثبتت فائدتها، بعضها ثبت فائدته، بعضها ثبت ضرره بمرضى الاي ار دي اس خصوصا. ذكرتهم هون بسلايد واحد انه كل وحده منهم هي عنوان لمحاضره مستقله، بس انا لو فشل مريضي على جهاز التنفس وما عم اقدر احقق الاكسجين بالطرق التقليديه، انا يجب ان افكر بواحد من هدول الامور حسب المتاح عندي. هيك بيكون خلصنا الجزء الاول من المحاضره عن تدبير المنفسه، تكلمنا عن الاوتو بيب، تكلمنا عن البلاتو بريشر وعن الاكسجينيشن، والمحاضره القادمه او الجزء القادم نتكلم عن تدبير التهويه.